ولا شهر إجازة؟ هاي نمبر 1، فتحتي البيج؟ لا بس ما في الصوت. يس ميس. أول شهر يلا نمبر إيه؟ أول حاجة نمبر 1 شيب، فين الشيب يا شهد؟ إيه ولا بي ولا سي ولا دي؟ يس. ايه يا يس دي، تمام سو ذس وان. اوكي أوكي نمبر 2 ديزرت، ديزرت صحراء، فين الصحراء يا شهد؟ نمبر فور نمبر بي ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ بي، تمام. رين، رين يا شهد، ايه ولا سي؟ ايه رين، رين سي ايه ال that's right. ايه اوكي يا ادم، ايه اوكي يا شهد. قولي يا شاد نمبر 4 سيف ووتر، هتكون ايه؟ سي سي، تمام بيرفكت. خلصنا نقول يا شاد، يس الله اوكي نكست اللي بعدها يا شاد. ها أول كلمة دي اسمها إيه يا شاد؟ اسمها إيه؟ هي هي، what are the middle letter here؟ الحروف الناصف أول كلمة يا شاد، هي هي. البي هي إيه إيه إيه، فين البي يا شاد؟ أنا بقول دلوقتي البي هي إيه، يبقى إيه؟ يبقى الإيه؟ البي وإيه تاني؟ هي هي بنص تاني، دي هير لا واي واي، هي هي اي اند واي، هي هي اللي بعدها كيك كيك، رايت كيك، يبقى اي اند اي، كيك كيك. اللي بعدها شاهد كلمة جيت، جيت بوابة، ناقصها ايه؟ إتس سي إتس يا جيت، اي اند اي، جيت. تيل، تيل، ناس هي شاهد التيل، الدي والاي ال A وال I، تيل، ال A وال I، تيل. طيب يس اللي بعدها يا شاهد، يلا أول واحدة في تشو the correct word. I got grass. I got eat ولا eats ولا eating؟ ايتس Eats, eats, yes, right, eats. Number two, a bird, small. A bird am small. A bird is small or a bird are small. بيرد هيد سمول ما is يا شاهد، is. A bird is small. Yeah, a bird is small. Okay, number three. A plant has. النبات بيكون عنده ايه يا شاد النبات؟ كيكس، كيك ولا جيتس بابا ولا روتس، جذور. روتس روتس يا روتس.
Okay, Shad, have you finished? Number four. Hippos live in. الهيبو شاد بيعيش فين؟ في الفورست ولا ريفرز ولا ديزرت؟ ريفرز. ريفرز, that's right. Number five, horses. Horses, خلي بالك ده plural noun, يعني اسم جمع. هنقول am ولا is ولا are big. Am ولا is ولا are. ام غلط يا شاهد, الجمع بياخد am. Am no. بياخد is no. ما بياخد ايه يا ميس, بياخد are. طيب بعد كده يا شاهد تفحل بعضها. A space has four legs. إيه اللي عنده أربع أرجل؟ الماذا شيب يا أكتب جود. مع جود. جود. جود جود. أنا فين اسمي؟ اوكي اللي بعد كده. دك هاز سبيس. هادك هتقولي دك ايه؟ الدك يبقى عندها ايه, بيك ولا بلانت ولا سكاي؟ بيك بيك That's right, بيك. Yes, miss. Okay, Shad. الصورة اللي بعدها يا شاد نصغر شوية عشان نشوف الاختيارات. هيا يا شاد قولي لي. This is a banana space. احنا اخترنا goat واخترنا بيك, ناقص معانا this is a banana plant ولا this is a banana sky. بنانا سكور دي بنانا سكاي يا شات. نو امال دي ايه؟ بلانت. 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 Are you finished yet? It flies in the. الطائر ده بيطير فين؟ هكتب ايه يا شاهد؟ السماء. flies فين؟ السماء, يبقى sky. That's right. اوكي شات هرتب مع بعض. اي ايه شات اقول اي ايه؟ اي إز لا عايزه فعل مساعد, هيبقى ايه, drop ولا don't. دون yes right, يبقى I don't. بعد كده عايزة فيرب في المصدر, يبقى ايه, letter ولا drop. يا drop letter. تمام. طب اللي بعد كده يا شاد. oceans, اقولها ازاي؟
أوجينا اوشنز يعني ايه المحيطات؟ مالها المحيطات بقى يا شاطر؟ عايزه اقول الاوشنز المحيطات فيها ميه مالحه، بقولها ازاي؟ ocean that اوشنز مالها الاوشنز؟ هقول اوشنز ووتر ولا اوشنز هاف؟ oceans water لا هاف، يبقى oceans have ايه شهد؟ water salt water. yeah salt water يعني ايه شهد؟ يعني المية الايه المحيطات فيها مية مالحة، يبقى oceans have salt water. oceans have salt water. طيب. يا مس ايوه يا شادي معاكي، خلصتي؟ Are you finished؟ اوكي على الجروب اوكي شادي تمام، انا شفت على جروب. طيب احنا كده خلصنا، خلصتي نوت فور الاكسرسايز الاخير، فاحنا ممكن نبدا بقى نراجع من اول تاني مره تانية، او احنا ممكن نراجع انا نقعد يوم تاني، انا عايزه اراجع تاني. احنا كده خلاص خلصنا فور تمام. هو ده اللي هيجي في الاختبار يا مس؟ احنا هنجيب ال 3 ونت 4 من في الاختبار ان شاء الله. هنرجع مع بعض اليونت ده يشهد كله بقى من الأول تاني مرة تانية. On the farm، اليونت ده اسمه On the farm، في المزرعة. أول كلمة عندنا اسمها duck، احنا هنتكلم عن farm animals، حياة المزرعة. اللي هي حياة المزرعة duck، duck البطة، bird، bird الطائر، horse، horse الحصان، cow، cow البقرة، chicken يعني دجاجة، chicken، goat، goat يعني ماعز أو عنزة، sheep، sheep يعني خروف. بعض الصفات زي كلمة big يعني كبير في الحجم، small، small يعني صغير في الحجم، long، long يعني طويل، و funny، funny مضحك. طيب هنتكلم عن أجزاء الجسم من الحيوان. animal body parts، horse، الورس بيكون عنده التيل، تيل يعني عنده ذيل، وهيرة عنده شعر. الدك البطة عندها ايه؟ وينجز أجنحة، وبيك يعني منقار. جوت الجوت عندها ايه؟ ليجز أرجل، وكمان أنتلرز، أنتلرز يعني قرون. طيب احنا خدنا فيرب تو بي، قلنا نفكر كويس مع بعض. انا عندي ام واز وار، انت لسه غلطانة فيهم يا شاد. ام واز وار، طيب ام واز وار بيجي معاهم ايه؟ الام دي معاها الاي، والاس بتاخد ايه؟ الهي والشي ات والسينجولار ناون. يعني ايه السينجولار ناون؟ يعني الفعل ايه؟ يعني الاسم في المفرد، والار وي او زي ويو، ومعاها البلورال ناون. يعني ايه بلورال ناون؟ يعني الاسم الجمع. نحلها مع بعض يا شهد، يلا انا وانتي.
chickens am و is و are small. يبقى تاخدي ايه؟ am ولا is ولا are في chicken الجامع دي؟ تختاري ايه؟ ها الشيكين اسم جامع. المايك بتاعك مقفول عشان تفتحي المايك. هتبقى إز شهد تشيكن دي جامع، الجامع ما بياخدش از، بياخد ار يا شهد. الجامع مع آر ار، يبقى الإجابة ار. اللي بعدها horses are big، يعني الأحصنة تكون كبيرة. they are aren't، يبقى هما مش ايه؟ ما سمعتش يا مس، ممكن تعيدها تاني؟ اوكي شهد. horses are big، horses يعني الأحصنة تكون كبيرة، يبقى they aren't. الحاجة الكبيرة دي ما بتكونش ايه؟ small ولا حجمها long ولا funny؟ small. yes right number three. a bird is yes small، يعني الطائر يكون صغير. a bird دي am ولا is ولا are؟ is 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 yes right I لأن أنا is small. حلاها. طيب يلا يا شاد نمبر فور. أنا أت أر بيج، إيه اللي بيكون كبير؟ خلي بالك إن قالك أر، أر كده يبقى هو عايز اسم جامعة. الاسم جامعة عندك أ كاو ولا كاوز ولا أ بيرد؟ A bird. لا أدي يا شاد معناها إن هي مفرد. أنا عايزة فيرب، عايزة اسم، الاسم يكون جمع. أغلب الأسماء لما بتكون جمع بيكون نهايتها اس، يبقى الجامعة عندك إيه؟ أ كا ولا كاوز؟ A cows. مفيش حاجة اسمها إزاي؟ أكاو، هي اسمها كاوز بس من غير أ. كاوز كاوز. طب نمبر 5، إت أ بيج كاو. إت إت بيجي معاها أم ولا إز ولا أر؟ S R S R يا شهد إت إحنا قلنا بيجي معاها إز يا شهد، اسمها إت إز، إت إز، إت إز، تمام؟ number one a chicken. اوكي يا شات. A goat has two space. الجوت بيكون عنده اتنين ايه يا شات؟ two legs ولا two antlers ولا wings؟ تو اتنكس الجوت بيكون عنده ايه؟ two antlers. اي تو اكس. يس للأسف تأخير يا مس. اوكي يا ادم ولا يهمك يا حبيبي. طيب احنا رجعنا يا ادم، احنا كنا بنراجع حاليا في نوت 4، فانت هفتح الكاميرا واقفل الكتاب خالص. احنا حلنا مع بعض قبل ما ندخل الاكسرسايز على نوت 4، واحنا حاليا بنراجع مره تانية عشان الاختبار. اوكي طيب اقفل الكتاب بتاعك وبص معايا على بورد. احنا في نمبر 2 دلوقتي يا ادم. they not small dog، هيكون they ايه يا ادم؟ they am ولا is ولا are؟ They are small ducks. برافو عليك. اوكي يا شاهد نمبر 3، a عشان duck في has. اس، عشان في جمع. شاطر يا ادم. شاهد نمبر 3، a duck has not. الدك بيكون عندها الدك No. hair ولا wings ولا antlers؟ Where is the nuts? Yeah, wings, wings, yes, right. Adam number four. أعطاك أدق برافو عليك. أدق ليك. برافو عليك يا آدم. شاهد نمبر 5، a cow lives on the. الكاو بتعيش فين يا شاهد؟ farm ولا water ولا zoo؟ فار yes farm. perfect. آدم نمبر 6، a horse has a long tail. tail right perfect. شاهد آدم we have to stop now. تمام وهنرجع في الحالة يا أولاد. تمام أوكي هنقفل ونرجع تاني.